الكرد يرون أن الإطار التنسيقي لم يتفق ببنود وتنفيذ بنود ميثاق العملية السياسية بعد الاتفاق مع ائتلاف إدارة الدولة قبل تشكيل حكومة السوداني، ما ولد مخاوف عند القوى السنية من احتمال تكرار السيناريو ذاته في قانون العفو العام. كيف تعلق على ذلك؟ أنا أعتقد إذا كانت الاتفاقات رصينة واتفاقات حقيقية واتفاقات مبنية على القانون وعلى الدستور العراقي، من الممكن أنه تمر بصورة طبيعية جدا طبيعية. وإذا كانت الاتفاقية خارج نطاق الدستور أو خارج القانون، فمن غير الممكن أنه تمررها، ولو كانت رؤساء الكتل أو الكتل الشيعية أو الكتل كلها المنضوية بتشكيل حكومة السيد السوداني. فبالتالي اللي شفناه بالموازنة أنا أعتقد هو خارج القانون وخارج الدستور وخارج حتى الأعراف. فإحنا منتظرين أنه بعد الفصل التشريعي إذا قعد مجلس النواب أنا أعتقد راح يبادر بتشريع قانون العفو. وأنا ما أتفق مع أخي عبد القادر لأنه قال ما يستغلوه أو يستثمروه بالحملات الانتخابية، لا بالعكس. أنا أقول لك راح كل واحد مني راح يقعد بجمهوره يقول لهم يا أبي إحنا قررنا لكم قانون العفو، راح نطلع المساجين وراح كذا وراح نسوي وراح. فهذا بالعكس راح يكون هو بس سلعة رائجة عندهم في الانتخابات.